من التفاصيل ينضم معنا حول موضوع حظر التجوال المفروض مراسلنا الزميل جابر جمال. جابر، بداية مرحبا بك، أنت الآن لربما في تقاطع المسبح وسط العاصمة يعني بغداد. بداية مرحبا بك في هذه النشرة، هل فعلا هناك سمعت أو لربما اطلعت على تمديد لحظر التجوال المفروض على العاصمة بغداد وجميع المدن العراقية؟ برأيك هل شاهدت التزام واضح بهذا الإجراء؟ تفضل. نعم قصي، صحيح أنا الآن في تقاطع المسبح مع اليوم الرابع لحظر التجوال، يدخل بمرحلة أخرى، مرحلة التطبيق الشامل، وحظر بشكل كبير جدا في مناطق العاصمة بغداد الرئيسية، المناطق يعني أطراف مناطق بغداد هنالك تجديد أمني من قبل قيادة عمليات بغداد ويعني بمختلف التشكيلات العسكرية، الشرطة الاتحادية، الشرطة المحلية، دوريات النجدة. لاحظنا اليوم انتشار مكثف مع قلة بعدد المركبات والدراجات النارية، لم نلاحظ دراجات نارية تسير في شوارع العاصمة بغداد بعد التطبيق المشدد منذ يوم أمس تحديدا. انطلق هذا التجديد الأمني من قبل الأجهزة الأمنية المنتشرة والمتواجدة توزع في مختلف مناطق العاصمة بغداد، واليوم بانت يعني ملامح الحظر الشامل في العاصمة. تعلم في اليومين الماضيين كان هنالك نوعا من لا نقول التساهل لكن خرق كبير من قبل المواطنين، وتعامل أمني موجود، لكن مع دخول مرحلة الغرامات والحجز والاعتقال الذي حدث بحق المخالفين قلت الحالات، حالات خرق حظر التجوال، وبذلك اليوم بغداد شبه خالية تقريبا من عجلات المواطنين والمخالفين، خاصة في جانب الكرخ ومناطق أخرى من جانب الرصافة، لكن شرق القناة لا زال هنالك خرق للحظر من قبل المواطنين بالتحرك وكذلك الدراجات النارية. وأيضا بحسب تواصلنا مع القيادات الأمنية هنالك تطبيق أمني صارم. سأستضيف معي الآن الرائد عزيز ناصر مدير إعلام شرطة بغداد لنتحدث بمزيد من التفاصيل. بداية مرحبا بك سيادة الرائد، ضيفا عزيزا على شاشة الرشيد. اليوم بغداد تدخل مرحلة أخرى من حظر التجوال بتجديد أمني وقلة في حركة المركبات والعجلات وحتى المواطنين في بغداد، نتحدث عن هذا الموضوع بشكل أوسع. في البدء أتقدم بالشكر والتقدير لكوادر الرشيد، تواجدها الميداني لمدة 4 أيام واليوم الخامس ويانا بالشارع، حالكم حالنا، شكرا جزيلا. اليوم تطبيق حظر التجوال كان في أعلى مستوياته، أجهزة الأمنية ضمن وزارة الداخلية، قيادة شرطة محافظة بغداد، أجهزة النجدة، شرطة اتحادية، كل تشكيلات الداخلية وأيضا الدفاع حاليا مباشرة بعملية قطع الشوارع بصورة نهائية. أيضا نتحدث عن اعتقال عدد من المخالفين لهذا الحظر والمتجاوزين على هذا الحظر في جانبي الكرخ والرصافة. مراكز الشرطة تبنت هذا الموضوع، سيد قائد شرطة محافظة بغداد وجه دوريات الشرطة ومفارس شرطة بغداد بمتابعة هذا الموضوع، سيد مدير النجدة أيضا وجه، والتشكيلات اللي متواجدة حاليا. حاليا أيضا مثل ما تشوفون انتشار أمني كثيف للتشكيلات الداخلية، وهنالك إجراءات وقائية للأخوة أصحاب المخابز وأصحاب محلات بيع الخضر والفواكه والتفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. بالتالي اليوم الحمد لله الحظر جيد، الوضع الأمور جيدة، نتمنى استمرار هذا الموضوع بهذا الشكل وأكثر. أرشد أي شخص نعم جابر يستقل دراجة نارية يتم اعتقاله وحجز الدراجة واعتقاله فورا بسبب خرق التجوال. سيادة الرائد، يعني بعض المناطق وصلت مناشدات من بعض المناطق بغلق أفران الصمون وغلق محال الخضار، السبب يعني هل هو غلق شامل لهذه المحال أم لأسباب معينة؟ تحدثنا قبل أن نطلع بالجو موضوع المخابز ومحال الخضار ومحلات مواد غذائية، بعض المحلات محلات مواد غذائية بها اكتظاظ للمواطنين، يعني محلات يعني محل كبير جدا ويحمل العشرات زين من الناس، وهذا الموضوع احنا ما نقبل به نهائيا، ولكن نقبل في محلات الطبيعية اللي ممكن انه يكون 3 مواطنين، مواطنين 2 3 4 يدخلون المحل، مواد غذائية متوفرة والطرق مفتوحة وقيادات الوزارة ايضا متابعة هذا الموضوع. اضافة الى ذلك الاخوة في المخابز من غير المنطقي انه تخالف الشروط الصحية ويتم السماح لك بالبقاء. احنا وزعنا اليوم بوسترات وايضا طلع جنابك عليه قبل اللايف،
هذه البوسترات تتعلق في عملية أنه هنا ضروري جدا أنه يكون عامل للصمون هو اللي يوزع الصمون ويطيه، وضروري جدا الشخص اللي يستلم النقود. فيما يخص الإعلاميين أيضا سيادة الرائد نستثمر الوقت، هنالك تسهيل يعني بالتأكيد للإعلاميين والمستثنين من القرار، لكن بعض الإعلاميين وصلت بعض المناشدات وبعض الزملاء أيضا معنا في داخل القناة بوجود عرقلات في بعض الأماكن. يعني برأيك هذا الموضوع هو أنا أضرب لك مثال أيضا مثال عبر الرشيد، البعض بدأ يستخدم هويات مصحيحة. يعني احنا في هذا المكان اللي متوقفين به حاليا ليلة امس تم اعتقال شخص يحمل باج مزور، هذا الباج باج وهمي لمؤسسة اعلامية وهمية، بالتالي احنا غير المنطقي انه يتم السماح لهؤلاء الاشخاص اول شيء بانتحال صفة الاعلامي وانتحال صفة مؤسسة اعلامية، وكذلك ايضا بالتجوال ونقل المواطنين وتفاصيل معينة وفي عجلات صفراء تاكسي. هذا مو صحيح وهذا مو منطقي جدا، بالعكس بلاكات اللي موجودة ضمن قناة فضائية اغلبهم معروف. نعم جابر جمال مراسلنا من